ما قدامناش غير ان احنا tomorrow is another day، غير ان احنا نبقى متفائلين، ما قدامناش ان احنا نبقى غير كده. الدنيا مش جميلة قوي والدنيا مش مظبوطة قوي الايام دي، بس ان شاء الله بكرة احسن. اعتقد يعني ان اثار كورونا هتمتد يمكن لنص 21 يعني، فاعتقد ان اثارها هتمتد شوية. اكيد هكون افضل ان شاء الله في 2021، وهكون سنة خير وسعيدة علينا كلنا ان شاء الله باذن الله. عندنا بنية تحتية بقت عالية جدا، في افتتاح لمشروعات كبرى جدا، في تطوير في مشروع الطاقة، في تطاويل كتير جدا ومجالات كتير في مجال الاقتصاد فتحها الرئيس السيسي، وده نعمل في مصر حاجة كبيرة جدا ان شاء الله. طبعا نأمل في اللقاح الجديد اللي ان شاء الله ممكن يبقى مثابة امل لكل المصريين ان هو يبقى حاجة كويسة ان شاء الله، والدنيا ترجع تاني لطبيعتها.